اليوم عندنا الريسبيريشن راح نحكي عنه. انا قلت لكم انه انتم بالنسبه لكم راح اعطيكم شويه مفاهيم وما اعطيكم شغلات التشريح على اعتبار انه شغلات التشريح مثلي. اليوم راح نحكي على عمليه التنفس اللي يصير بالجسم، وتعرفون انه احنا عندنا تنفس داخلي وتنفس خارجي. تعرفون تشيل ولا لا؟ وشو الفرق بيناتهم؟ نعم، الخارجي اللي يصير بالرئه، والداخلي اللي يصير بكل خليه من الخلايا. الخارجي شنو الغرض من عنده، والداخلي شنو الغرض من عنده؟ نجي من خارجي، او نجي من خارجي شنو وظيفة الغرض من عنده؟ خوش، هاي الخارجي. الوظيفة الأساسية إنه ناخذ الأكسجين ونطلع CO2، والليكويدز هاي يعني أهم نوعا ما، يصير جزء من الإخراج، بس يصير عندنا توازن من البي اتش، هم يساعدنا التنفس إنه يصير عندنا توازن للحامضية ما تشد زين. الداخلي بعد شنو؟ عرفت شو؟ ايه؟ هذا تنفس داخلي؟ لا، هذا تنفس داخلي، هو هذا المقصود بالتنفس الداخلي، التبادل الداخلي. هذا مو التنفس الداخلي، هذا التبادل اللي جاي يصير هو استكمال للخارج، يعني مجرد وصلنا الدم للأنسجة، بس التنفس الداخلي غير شكل، يصير داخل الخلية. عافية، اللي يصير داخل الميتوكوندري يتحرر من عدة طاقة، الأكسجين يحترق يطلع لنا طاقة، أو الأكسجين يحرق لنا الجلوكوز، بهالمعنى يعني إنه الجلوكوز نقدر نستغله، إذا بوجود الأكسجين راح نتحرر طاقة أكثر، فهذا التنفس الداخلي. زين، فهاي لازم نفرق بين الداخلي والخارج. نجي الوظائف التنفس او جهاز التنفس اللي انتوا اخذتوه بالتشريح وعرفتوا اجزائه. المجاري التنفسيه اللي اخذتوها نسميها respiratory airways، اللي هي عباره عن الانف والفم ممكن، زين، والفارينكس واللارينكس والبرونكاي والبرونكيولز، بعدين الالفيولي. كل هذه الالفيولي هي اللي تكون لنا اللانج. زين، زين، هاي نسميها ريسبيراتوري اير ويز. ما راح نحكي على تشريحها ولا راح نحكي على تركيبها، انتم ماخذين هذا الشيء. راح نقول شنو هي الوظائف الأساسية اللي يسويها هذا الجهاز المكون من هذه الأجزاء، من الريسبيراتوري ايرويز. شنو اللي يسوي هذا الجهاز؟ أول شيء راح يسوي لنا البلمونري فنتليشن. بلمونري يعني رئوي، بلمونري فنتليشن يعني التهوية الرئوية. شنو يعني؟ يعني دخول الهواء وخروج الهواء بين الجو، الهواء الخارجي وبين الرئة، هذا نسميه الفنتيليشن، يعني التهوية. دخول الهواء ما يعني صار التبادل الغازي، بس مجرد الدخول، وهذا يحتاج أعضاء خاصة تشتغل. زين، diffusion of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and the blood، يعني انتقال الأكسجين من الألفيولي للبلد، وانتقال ثاني أكسيد الكربون من البلد للألفيولي للحويصلات الرئوية. هاي الوظيفة الثانية، transport of oxygen and carbon dioxide in the blood، يروح للفلويد. وبعدين عندنا شغلة مهمة، regulation of ventilation and other facets of respiration، يعني هذه العملية يجب أن تنظم، أكو آلية لتنظيمها،
والآلية هاي لا باللا وعي الصين، يعني مو احنا نتحكم بيها وإنما الدماغ يتحكم بيها، ومناطق خاصة من الدماغ لها القدرة على التحكم بعملية التنفس. مسألة نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وحدها كانتقال أكسجين وثاني أكسيد الكربون من الألفيولي للبلد ومن البلد للسيلز هي تكون عن طريق السمبل ديفيوجن. شنو يعني سمبل ديفيوجن؟ انتشار البسيط، وهذا باسيف لو اكتف، جبتكم اياه بالامتحان الصور باسيف. اذا هذه العمليه ما تحتاج الى طاقه، بس عمليه التنفس كلها تحتاج الى طاقه. بيش يحتاج الطاقه؟ هو شوف نقل الاكسجين وتنفس الكربون ما تحتاج طاقه، لانه هو بالديفيوجن، والديفيوجن حسب يحتاج للعضلات. العضلات شنو علاقتها بالرئه؟ الرئة ما بها عضلات. عملية الفنتليشن، عملية الفنتليشن هي عبارة عن حركة لعضلات معينة، زين، وهي هذه هي هذه اللي تسبب لنا عملية التنفس. قبل لا نشرح شنو ذني الأعضاء اللي راح تتحرك او العضلات اللي راح تتحرك، راح نحكي شويه عن التنفس اللي نتنفسه وشلون نقسمه وشلون اكو تقسيمات خاصه له. شوفوا احنا بالحاله الطبيعيه من احنا مرتاحين وما جاي نبدي اي ما جاي نبذل اي جهد، انت قاعد تتنفس على كيفك، التنفس ات ريست في حاله الراحه، كميه الهواء اللي يدخل جسمك ايش قد ناخذ من الهواء الخارجي من الاير، ايش قد ناخذ وندخله رئتنا في الحاله الطبيعيه من احنا ما نتحرك وما نبذل جهد، ناخذ بس 500 مل من الهواء. مش قد بس 500 مل من الهواء، هذا نسميه سايبر بس. بس لحظه عندي محاضره. اي واجب ماما، بس من رخصتكم دقيقه تفضل. يلا يعني اسف بس يعني تظن كلها بس انا اقول قاعد كل شويه سؤال كل شويه. اول حاجه لازم نعرفها من احجام الرئه، ومن المهم انه نعرف احجام الرئه لانه اكيد غالبا راح يعطوكم جهاز من الاجهزه الطبيه، واحد من الاجهزه اللي يقيس احجام الرئه ويعرف اذا كانت الرئه كفؤه او لا، من خلال انه نخلي جهاز معين، نخلي الشخص يتنفس عن طريق هذا الجهاز بحالات معينه ونقيس الاحجام، وهي الاحجام الطبيعيه راح اعطيكم اياها، ومن يصير بها اختلافات راح تبين حالات ماضي. فاول حجم ناخذه هو التايدل فوليوم، الحجم اللي ناخذه بحاله الراحه اللي هو 500 مل من الهواء. احنا ممكن نزود كمية الهواء اللي ناخذها، من نسوي ديب بري من ناخذ اكثر، نحاول احنا واحد من عندكم يقدر هسه ياخذ نفس اكثر من اللي كان ياخذه قبل شوي، اخذ نفس اكثر. هنا أنا كل شخص الى فت ساعه حسب حالته الصحيه، بس المفروض احنا عندنا ماكسيمم فوليوم نقدر نوصل له، زين، اكثر شيء ايش قد من نجبر نفسنا ايش قد ناخذ فوليوم، وايش قد نقدر نطلع بالاكسبيريشن، ايش قد نقدر نطلع بالاكسبيريشن. وهسه راح اوريكم بهذا الشكل، ركزوا وياي. شوفوا التي في هو التايدل فوليوم، تي في هو التايدل فوليوم باللون البنفسجي بالنص بين ال 2200 الى ال 2700 اللي هي 500 مل، هذا الحجم الطبيعي بالحاله التنفسيه من نتنفس احنا. زين؟ يعني اني اخذ 500 مل من الهواء واطلع 500 واقدر اطلع الاكسبيريشن مالتي ريسيرف فوليوم. ايش قد اكثر ازود الانسبيراتوري ريسيرف فوليوم، يعني ايش قد اكثر اكثر شيء اخذ نفس كلش عميق، الاي ار في هذا نسميه الريسيرف فوليوم، هذا الشيء احتياطي، يعني ايش قد انا اكثر شيء اقدر اخذه، ايش قد نقدر ناخذ تقريبا 3000
مل 3000 مل من الهواء أكثر من الحالة الطبيعية اللي هي كانت 500 مل. هذه يعني التايدل فوليوم وهي الكمية الاحتياطية الزيادة نسميها الانسبيراتوري كاباسيتي. الانسبيراتوري كاباسيتي اللي هي 3.5، اللي هي 3.5 مل، 3500 مل من الهواء. عملية الزفير الاعتيادية هو الاكسبيراتوري ريسيرف فوليوم هي تقريبا 1000 مل. زين، وممكن اسويها اكثر من اسويها اكثر نسميها الفانكشنال ريسبيراتوري ريزيدوال كاباسيتي. همات هم اقدر اضيف لها، ممكن تصير بحدود ال 1200 والفايتال كاباسيتي هي اللي بين الريفرس، يعني بين اللي نطلعه احنا وبين اللي ناخذه نجمعه نسميه الفايتال كاباسيتي اللي هي تعتمد عليها الحياه. اخلي ببالي انه اي تنفس اخذه، اي كميه اخذها سواء ال 500 او سواء ال 3000 مل من اخذها، الهواء اللي موجود بالمجاري التنفسيه اللي موجود بالانف، اللي موجود بالفارينكس واللارينكس، واللي موجود بالتراكيا. تعرفون هاي الكلمات اللي جاي احكيها، تعرفون تقسيم الجهاز التنفسي، واللي موجود بالبرونكاي والبرونكيولز، هذا كله ما يدخل بعملية التنفس نسميه الديد سبيس. يعني شنو؟ اصلا ما يصير بيه تبادل غازي نهائيا، يظل بالمجاري التنفسية، من اطلع الزفير يطلع وياه، بس هو ما صاير بيه تبادل غازي، صح ولا لا؟ وياي اللي موجود ماكو الفيول بهاي المناطق، فهذا المكان، هذا المكان اللي فيه مجال التنفسي ما يصير فيه تبادل غازي. من اني اطلع الزفير اكو نسميه فد كميه نسميها الريزيدوال فوليوم اللي هي 1200 تقريبا، هنا باللون الاخضر مسويها. اني لو قد ما اطلع زفير راح يبقى جزء من الهواء موجود بالرئتين، فهذا بكل الاحوال ما يطلع، فما يصير فيه تبادل، نسميه ريزيدوال فوليوم اللي هنا مطي باللون الاخضر. ما يستخدم اللون الازرق الفاتح، هذا الزفير مالتنا الاعتيادي، بس الريزيدوال فوليوم لا، هذا نسميه اللي يبقى داخل الحويصلات ما يصير فيه تبادل غازي. الحويصلات بالحاله الطبيعيه تكون مبطنة بطبقة من الماء لو ما كان بها سربكتنت، كان صار بها كولابس. يعني شنو؟ اكو مادة تبرز من قبل النوع الثاني من خلايا الالفيولي الها القابلية، شوفوا هذا مقطع نسيجي، رسم لمقطع نسيجي بالالفيولي، جاي شوفوه، شوفوا هنا المكان السمائي كله الازرق هو داخل الالفيولي. الالفيولي محيطها بس خلايا من تايب 1 الفيولار سيل، هاي خلايا كلش خفيفه ورقيقه تسمح بتبادل الغازي، وخلايا تايب 2 هاي لونها اصفر، وطبعا اكيد بها ماكروفاجز، لان الماكروفاجز كلش مهمه على اعتبار انه هو جزء من الجهاز المناعي، اللنج تساهم بالمناعه وبقتل البكتيريا اللي ممكن تدخل هنا. هذا النوع من الخلايا نسميها اللون الاصفر، تفرز مادة نسميها السرفكتنت، تبطن الالفيولي. شنو فائدة السرفكتنت هذه؟ الهواء اللي يدخل جسمنا يكون رطب بنسبة من بخار الماء، واصلا هي المنطقة كلها تصير رطبة. بحالة تفريغ الهواء من الالفيولي، يعني هي تنتفخ، بحالة من نسوي اكسبيريشن يعني من نسوي زفير ويتفرغ الهواء، تصور انت لو عندك نفاخه مبلله ونفختها وبعدين فرغت الهواء، شو يصير بها النفاخه من تفرغ الهواء من عندها وهي داخلها مبلل؟ شو يصير بيه؟
تلزق واحدة بالثانية، لأنه قوة التماسك التلاصق بين جزيئات الماء أكبر من قوة التلاصق ويا جزيئات الهواء. فش راح يصير؟ راح يصير تلزق شيء، يصير بها إحنا نسميها كولابس، يعني تنطبق شيء على شيء. وهذا لو يصير عندنا بالرئة معناته راح تصير كفاءة الرئة كلش قليلة وما راح نقدر نتنفس بشكل طبيعي. اللي يصير انه هاي الخلايا من النوع الثاني تفرز مادة نسميها السفكتنت، هم تقلل الاحتكاك وهم تمنع عملية الكولابس اللي ممكن يصير به. فهاي الشغلة كلش مهمة. وجود الحويصلات بهالشكل، ليش الحويصلات هواية مو فد كيس واحد ينترس هواء ويصير بتبادل غازي ويرجع يفرغ؟ ليش الحويصلات كلها صغيرة وعددها هواية؟ خو كيس واحد بهاي الرئة، كيس واحد بهاي الرئة ينترس هواء ويصير تبادل غازي ويرجع يتفرغ بالإكسبيريشن. ليش الرئة مليانة حويصلات أحجامها صغيرة؟ دكتور على مود ضغط الهواء التنفس، على مود لا يصير ضغط واحد يتوزع الضغط مالته. وبعد عافية تزداد المساحة السطحية. لو كان كيس واحد بهاي الرئة أو كيس واحد بهاي الرئة، كاش قد صارت مساحته؟ يعني مثلا قد مترة مربعة مثلا لكل للإنسان رئتين، إذا فتحناها مترتين مربعات. بينما إحنا كل واحد من أدنى لو نفتح كل أليفيولي وناخذ المساحة السطحية لكل الألفيولي، زين، صار عندنا مساحة بحجم 75 متر مربع. مش قدها ملعب التنس الكبرى لو يا ملعب التشي الكبرى أو بيت، مساحة بيت صغير مو مشكلة، مساحة شقة صغيرة. تصور رئة إنسان واحد، رئة إنسان واحد مساحتها السطحية للألفيولي إذا جمعناها تطلع لنا 75 متر مربع. تتخيلون شلون إذا فرشناها هالقد؟ هاش تعطينا شنو فائدة المصدر هالقد؟ وإذا جمع معناتها راح يصير عندنا تبادل غازي أكثر، ولهذا الرئة مليانة حويصلات حتى تسمح بتبادل غازي أكثر. هذا التبادل الغازي وكفاءتها بكبر الحجم وصغر الحجم هما تساعدنا على انه تصير كفوة اكثر. يعني شوفوا ذن الاحجام، ذن الاحجام الطبيعية اللي احنا لسه شفناها، التنفس الطبيعي بيها الشخص اذا مريض ممكن هاي المسافة نسميها الفيتال كاباسيتي ممكن تقل، يعني كمية اخذ الاكسجين ما يقدر ياخذ اكثر، ما تقدر تنتفخ الرئة أكثر، أو تكون متجمعة بها سوائل هم ما تقدر تأخذ أكسجين أكثر، أو ما تقدر تفرغ الهواء أكثر. فهاي كلها تعتمد على كفاءة الرئة. نجي نشوف شلون الرئة تنترس هواء، شلون ينتقل الهواء من الخارج للداخل. هذا يعتمد على ضغط، هذا يعتمد على الضغط الموجود بالقفص الصدري أو الضغط الموجود داخل الرئة. كنت بقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس ما مقصدكم بس إذا كان صوت الأجل كم واحد راح يعني كل شيء ما مجاوب، انت كل ما مجاوب. يعني انا سوري بس يعني على الامتحان لازم اقول لهم ساعدوني طلاب عيون حتى يدخل الهواء الى داخل الرئة، حتى نقدر ندخل الهواء الى داخل الرئة لازم الضغط داخل الرئة يكون اقل من الضغط الجوي بالنسبة للغازات، يعني حتى ممكن يندفع الهواء من الخارج للداخل. حتى يتخلخل الضغط داخل القفص الصدري عندنا حركة لمجموعة من العضلات مهمة. أول شيء عندنا يصير contraction بالإكسترنال intercostal muscles. الإكسترنال intercostal muscles يعني العضلات الموجودة بين الأضلاع،
وهذه من تتقلص راح يكبر القفص الصدري. شلون نقول بالعروض شلون نفهمكم اياها؟ يعني من الامام ومن الخلف، يعني يندفع للالام امام الجهه الاماميه والجهه الخلفيه تندفع للخلف. بالعروض راح يكبر القفص الصدري، الثوراسيك كبتي يعني تجويف الصدري راح يكبر. والدايفراغ من يتقلص ينزل لجوه، معناتها بشكل عمودي راح يكبر التجويف الصدري. فمن عدة اتجاهات الـ contraction of the sternal intercostal. الـ intercostal من العضلات اللي بين الأضلاع، من تكبر ايش راح يصير؟ من تتقلص راح يكبر من الجانب الإمامي ومن الخلف. والدايفراغ من يتقلص راح ينزل لجوه، فراح الشكل العمودي التجويف الصدري راح يكبر. هالحالة راح يكبر التجويف الصدري، الضغط يتخلخل، فيضطر الهواء انه يدخل من الضغط العادي اللي هو خارج الجسم الى داخل الجسم. هسه دخل الهواء، هاي نسميها الفنتليشن، عملية دخول الهواء للرئتين الفنتليشن. يجي هسه التبادل الغازي اللي يصير بالالفيولي. الالفيولي تكون محاطة تماما بالأوعية الدموية الشعرية، بالكابيلاري. أوعية دموية شعرية هذه تكون ملتصقة تقريبا بالالفيولي وتسمح بتبادل الغازات بيناتهم. التبادل يكون عن طريق الديفيوجن، والديفيوجن يحتاج حتى يصير، احنا قلنا هو باسيف ما يحتاج الى طاقة، حتى يصير يحتاج الى فرق بالتركيز او فرق مو بالتركيز. احنا ايش راح نقول هنا؟ نقول بضغط الهواء، ضغط كل غاز من الغازات نسميه partial pressure. شو نسميه؟ partial pressure. زين، اول شيء خلنا نعرف ايش قد هو ضغط الاكسجين مثلا. خلنا نفهمه. شوفوا الضغط الجوي اصلا الضغط الجوي بمستوى سطح البحر هو 760 ملي متر. زين، الضغط الجوي 760. نسبة الاكسجين بالنسبة للهواء ككل هو 21%. هذا فيجر يبين لكم نسبة الاكسجين نسبة للهواء. اذا اريد احسب ضغط الجزيئي للهواء للأكسجين وحده، أضرب الضغط الجوي في نسبة العنصر اللي أريد أقيس. يعني سأريد أقيس الأكسجين، يعني 21% في 760 يطلع الضغط الجوي للأكسجين بالهواء بالأتموسفير هو 160 ملي. من يدخل للألفيولي، من يوصل للألفيولي الهواء يكون ضغط الأكسجين 100 مليليتر. ليش هنا 160 وليش هنا 100؟ ضغط الأكسجين بالهواء هو 160، ليش داخل الرئة صار 100؟ احنا ماكو نمو، ماكو احد، بس انت قاعد حسين ظل كلهم نايمين. يمكن مدراحوا يتغدون. شنو يتغدون؟ خلص لا تتغدون، بعدين نتغدى من نخلص المحاضرة. دكتور الضغط يتغير داخل الفيصلات؟ اي ليش؟ يعني هو كان 160، من كان بالهواء كان ضغط الاكسجين 160، ليش داخل الفيصلات صار 100؟ ثاني اكسيد الكربون، يعني ممكن بدا التبادل وتغير ويا نسبه ثاني اكسيد الكربون. خوش حكي. وبعد هاي واحد صحيح. لا يعني بعد الهيوميديتي هنا تاثر الرطوبه بالرئتين بصوره عامه، ونسبه بخار الماء هوايه موجوده، فراح تغير من النسب مات الهواء اللي موجود داخل الالفيولي.
مش راح يصير، راح يصير نسبة partial pressure للأكسجين راح يصير نسبتها 100، لأن ما راح يصير نسبة 21% نسبة للهواء، لأن راح تدخل به مكونات ثانية. عموما هسه داخل الألبيولي الضغط الجزيئي للأكسجين هو 100، زين، والضغط الجزيئي لثاني أكسيد الكربون هو 40، بينما الكابيلاريز اللي موجودة داخل داير مدار الألبيولي اللي راح يصير وياها التبادل الغازي ضغط الأكسجين هو 40، وين 100 وين 40، فاحتمالية انتقال من 100 ل 40 احتمالية كلش كبيرة، لأنه شنو مو احتمالية هم أكيد هذه، ليش؟ لأنه أكو فرق بالتركيز. والضغط الجزيئي بالدم ثاني أكسيد الكربون هو 45. خوش، هذه الحالة راح يصير عندنا تبادل الغازات لو ما يصير 100 إلى 40، فيصير تبادل الغازات، ومن 45 إلى 40 همات راح يصير تبادل الغازات، فراح يصير تبادل بالدم بين الدم وبين الألفيولي، ينتقل الأكسجين من الدم من الألفيولي للدم، وينتقل ثاني أكسيد الكربون من الدم للألفيولي. ليش صار هذا الانتقال؟ شنو سببه؟ الانتشار دكتورة؟ سببه التغير للانتقال، سبب التغير بالتركيز. هسه الدم من يطلع، من الرئتين يطلع به الضغط الجزيئي للأكسجين 100، والضغط الجزيئي لثاني أكسيد الكربون 40. هو إجا ب 40 أكسجين و 45 ثاني أكسيد الكربون، طلع الدم ب 100 أكسجين و 40 ثاني أكسيد الكربون. زين، هسه راح يروح الدم ويروح للقلب، والقلب راح يوزعه بالدورة الكبرى، حكينا عنها ديش المحاضرة، ويروح للأنسجن. الدم وهو بالأرتريز وبالفينز وبالأرتريوز وبالفينيوز ما يصير به تبادل غازي أبد. وين يصير؟ من يصير بالكابيلاري بيتس، يعني من يصير بالكابيلاري بيتس يلا نقدر نسوي تبادل غازي. ليش؟ ليش ما يصير بالأرتريز وبالفينيوز وبالفينز؟ ليش ما يصير تبادل غازي؟ ها وياي؟ ها هسه انا قلت لكم الدم هسه اتغير نسبة الاكسجين بي وطلع من الرئة، وبي نسبة الاكسجين عالية ونسبة ثاني اكسيد الكربون اقل، وراح عن طريق الفينز للقلب، ومن القلب طلع عن طريق الارتريز حتى يروح للانسجة. بالارتريز وبالفينز وبالارتريوز وبالفينيوز مين صير تبادل غازي؟ ليش؟ السبب يعني بسيط. ها؟ ليش ما يصير تبادل غازي داخل الدم ويا الأنسجة؟ هو بالأرتريز وبالفينز. السبب يعني بسيط، مو فشي معضلة. ليش؟ لأنه جدران الفينز والأرتريز والفينيوز والأرتريوز ما تسمح بالتبادل الغازي، بها عدة طبقات ما ممكن تخرج، يخرج الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، من بينما بالكابيلاري بيتس بالكابيلاريز الأوعية الدموية الشعرية جدار الخلية يسمح بعبور، الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، جدار خلية أو غشاء خلية الإندوثيليوم سيل، فبس بالكابيلاري بيتس يصير التبادل الغازي. من يصير في المنطقة بها كابيلاريز يصير تبادل غازي بين الخلية الاندوثيليال سيل وبين الاكسترا سيلولار فلويد، يعني السائل اللي موجود بين الخلايا، وهذا طبعا راح رأسا يقدر ينتقل يدخل إلى داخل الخلايا. فبالسيستميك كابيلاريز أيضا ضغط الأكسجين عالي. زين، نجي من ينتقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بالدم شلون ينتقل؟ يعني بأي هيئة ينتقل؟
الأكسجين أغلبه 98% ونص ينتقل عن طريق الهيموغلوبين، يعني مرتبط بالهيموغلوبين، وهي هي أهم وسيلة واللي تميز كريات الدم الحمر أنه هي لها القابلية على نقل الأكسجين، أنه معظم الأكسجين ينتقل عن طريق كريات الدم الحمر مرتبط بالهيموغلوبين، وكمية كلش قليلة اللي هي 1.5% تكون ذائبة بالبلازما. ثاني أكسيد الكربون، من ينتقل من الأنسجة لللنز ينتقل 60% من أدى على شكل بايكربونات، زين معظمه ينتقل على شكل البايكربونات HCO3، و30% ينتقل عن طريق مركب الكربامين هيموغلوبين، يعني يرتبط بالهيموغلوبين قبل، و10% يكون ذائب بالماء، فأغلبه يكون على شكل البايكربونات. وحتى يتحول من ثاني أكسيد الكربون إلى بايكربونات يحتاج أنه يكون داخل كرية الدم الحمراء، يسوي في التبادل معين يلا يتحول إلى البايكربونات. زين الحكي لحد الآن فهمتوا لو لا؟ حتى نبدي بحكي ثاني، فهمتوا هذا الحكي وياي طلاب الثالث؟ احنا اول شيء حكينا على وظيفة الجهاز التنفسي بصورة عامة، حكينا على احجام التنفس من نتنفس، اكو حجم ميت اللي يبقى بالمجال التنفسية، اكو حجم ريزيدوال اللي يبقى بالرئتين وما يطلع ابد، واكو حجم بالتنفس الاعتيادي اتريست، اكو حجم بالتنفس القوي اكثر سعة ممكن ناخذها، اكثر زفير ممكن تطلعه، الفيتال كاباسيتي اللي هي بين الاكسبيريشن والانسبيريشن، لان الاحجام قلنا تحوظوها. وحكينا على مكونات الرئة اساسيا هو الاليفيولي، وشلون كل اليفيولوس شلون منين تتكون من خلايا، نوعين من الخلايا، نوع يسبب لنا الجدران نوع تايب 1، وتايب 2 قلنا هو اللي يفرز لنا السرفكتنت، السرفكتنت هو ماده تمنع الالتصاق الالتصاق او الكولابس اللي يصير بالالفيولي في حاله تفريغها من الهواء. وقلنا فائده الالفيولي اللي هو انه يزيد المساحه السطحيه للتبادل الغازي، وحكينا شلون يصير التبادل الغازي، يصير السبب فرق التركيز او فرق البارشال بريشر، وحكينا شلون صار شلون نحسب البارشال بريشر للاكسجين، كنا نضرب ضغط الهواء على مستوى سطح البحر في نسبه الاكسجين، وقلنا النسبه بالهواء الخارجي تختلف عن النسبه بالهواء الداخلي لعده عوامل، اهمها وجود بخار الماء اللي راح يغير النسب بالهواء الموجود بالالفيول. وقلنا عمليه النقل شلون تصير من الرئه للدم، راح تصير عن طريق تغير الكونسنتريشن او بارشل بريشر، وراح طبعا ينتقل من الاعلى للاقل تركيز. وقلنا هاي العمليه باسيف، بس عمليه التنفس كلها اكتف، ليش؟ لانه ما تتم الا اذا تقلصت بعض العضلات. وقلنا شنو هي العضلات اللي تتقلص؟ الانتركوستال مصل، العضلات اللي موجوده بين الاضلاع، راح تدفع الاضلاع الاماميه والقص الى الامام، وتدفع اجزاء الاضلاع من الخلف للخلف، فتزيد الهوريزونتال كاباسيتي للثوراسيك كافيتي، يعني تزيد مساحه او تزيد التجويف الصدري من جهه افقيه. وقلنا العضله الثانيه اللي تتحرك اللي تتقلص هي عضله الدايفرانج، حجاب الحاجز، وهي تندفع للاسفل، فالفنتريكل كاباسيتي راح تزداد في الحاله، القفص الصدري كله يكبر، المساحه الضغط يتخلخل فيدخل الهواء، وهنا راح يتولد الضغط الداخلي. حكينا عنه وقلنا ينتقل الدور ينتقل الدم عن الأكسجين عن طريق الدم، وشنو طريقة انتقاله؟ أغلب الأكسجين ينتقل عن طريق الهيموغلوبين، أغلبه فوق 98% عن طريق الهيموغلوبين. ثاني أكسيد الكربون أكثر على شكل بايكربونات، وممكن كربوهيموغلوبين، وأخيرا ممكن يكون ديسول. زين
حطوا هذا الحكي اتابع اكمل مفهوم احدد السؤال. اوكي نجي هسه من يجي الهيموغلوبين اللي هو شايل اكسجين شايل كميه هواي. احنا قلنا نسبه الاكسجين او ضغط الاكسجين بالهيموغلوبين هو 100 ملي متر زئبق. مش احنا قلنا الهيموغلوبين من يجي للانسجه ما يعطي كل الانسجه ما يعطي كل الاكسجين الشايله، يعني يعطي 20% 25% من الاكسجين شاله يعطي للانسجه حسب حاجه الانسجه للاكسجين. زين هو ايش ملي ايش قد تحتاج الانسجه للاكسجين؟ هو دمه جاي يمشي، هيموغلوبين جاي يمشي، ايش مدري هذا النسيج بشغل زايد بحق يحتاج اكسجين اكثر او ما بيشغل زايد ما يحتاج اكسجين اكثر. اكو الطريقه لحساب ايش قد يعطي الاكسجين الهيموغلوبين ايش قد يعطي من الاكسجين الشايله، نسميها الاكسجين هيموغلوبين ديسوسيشن كيرف او ساتوريشن كيرف. زين اريدكم تنتبهون وياي كل زين. الحاله الطبيعيه وين الشكل؟ اذا طلع لكم الشكل اراويكم اياه. طبعا هاي الاشكال تسهل عليكم فهم اللي حكيناه قبل شوي. يعني مثلا هذا الشكل الغاز اكستشينج بالاليفيولر، شوفوا هاي الجهه هاي الجهه منا، اوف ما ادري ايش سويت، هاي الجهه منا جهه السي او 2 او 2 سي او 2 او 2 ذن تشوفون ذني هاي الرئه وهذا الوعاء الدموي اللي به كريات الدم الحمراء. اللي يصير انه الاكسجين، شوفوا السهم الاحمر الاكسجين نسبته كلش عاليه بالرئه ومنخفضه بكريات الدم الحمراء، فطبعا راح ينتقل من التركيز الاعلى للتركيز الاوطى، معظمه راح ينتقل عن طريق الهيموغلوبين، شوفوا يرتبط بالهيموغلوبين والقليل من عنده يكون ذائب بالدم بالبلازما. ثاني اكسيد الكربون من يجي نسبه قليله من عنده هي ذائبه بالبلازما ونسبة هواي من عدة 60 إلى 70% تكون على شكل بايكربونات. يعني ثاني أكسيد الكربون من يتحد ويا الماء بوجود إنزيم معين موجود بالهيموغلوبين يتحول إلى HCO3 وهيدروجين، وقسم من عدة يكون أصلا على شكل حامض أو على شكل الكربوكسي هيموغلوبين، هم أيضا ينتقل عن طريق الهيموغلوبين. هذا الشكل مهم ويفيدكم، نفس الحكي اللي حكيناه بس على شكل رسم وسهل عليكم. بالانسجه اللي يصير بالانسجه نسبه الهيموغلوبين الاكسجين بالهيموغلوبين عاليه تركيزه 100 بالانسجه ضعيفه فراح ينتقل، بينما نسبه ثانيه اكسيد الكربون عاليه بالنسيج راح تنتقل ايضا عن طريق البلازما. انا اللي اريد احكيه هذا نسميه الهيموغلوبين اوكسجين ديسوسيشن كيرف، كلش مهم ايش قد ينطي الهيموغلوبين الاكسجين الشايله يعتمد على الضغط الجزيئي للاكسجين بالمكان اللي يوصل. يعني اذا هو ايش قد شايل، هو شايل 100 الضغط الجزيئي للأكسجين بالدم 100. إذا كان الضغط الجزيئي بالتشو مثلا 80، معناته التشو بيه أكسجين زين، بس راح يطي من 100 مات راح يطي فد 10 شو قد ويبقى شايل 90. تعرفون شنو يطي؟ يعني 10% من اللي شايله من الاكسجين يبقى شايل 90. اذا اجى مثلا الدم لنسيج بنسبة البي او 2 مثلا 20، شوفوا هذا الرسم، ركزوا على الكيرف الاسود مو الاحمر، ركزوا على الكيرف الاسود مو الاحمر. خلينا نقول هو يجي يلقى النسيج ب 20،
ضغط جزيئي للأكسجين بهذا النسيج 20 راح يعطي أكسجين ويظل شايل بس بحدود 30 أو أكثر 35% من الأكسجين، راح يعطي هواية لأن هذا النسيج محتاج أكسجين. كل ما بالأمر إذا مشينا على هذا الكيرف ناخذ الضغط الجزيئي للأكسجين اللي موجود بالنسيج نسقطه على الخط الأسود ونشوف إيش قد مقابله. يعني هسه أني لو أريد أرسم خط من 60 للخط الأسود، إذا النسيج يحتوي على 60 مليمتر زئبق من الأكسجين، 60 صعدوها شو تقابل تقريبا 80 82، معناتها شنو؟ معناتها الهيموغلوبين راح يعطي 15 إلى 20% من الهيموغلوبين الشايلة ويظل محتفظ ب 80 إلى 85% من الهيموغلوبين، لأن النسيج أدى 60 الجزيئي الضغط الجزيئي مات 60، يعني زين ما يحتاج هواي. مفهوم هذا الكيرف شلون أحسبه؟ عرفتوا شلون أحسبيت؟ أنا سماي أمي صبورة وفشي حتى أراويكم، بس أنا أقدر أرسم أسقط نسميه تسقيط. عفوا شلون تسقطون على الكيرف؟ عفون لو لا؟ انتوا فيزياء بعد تعرفون قال الدكتور. نعم دكتورة. فهمتوا شلون الحساب؟ زين. نعم دكتورة. بس هم ايش حاطين اكو خط ثاني لونه احمر. جاي تشوفوه. هذا يسموه تأثير بور، اكو بد عالم اسمه بور ينكتب بي او اتش ار بور. قبل سنين يعني. شاف انه هذا الكيرف ممكن يتغير. انتبهوا زين. شوفوا الكيرف مرة حط له خط احمر لهالجهة مشاه. ومرة حط له خط أحمر لهالجهة مشى. هاي شن؟ هذه نسبة الديسوسيشن كيرف شقد يقدر يطي الهيموغلوبين شقد يقدر يطي من الأكسجين تتغير، ما راح تظل على نفس هذه النسبة. يعني مثلا أكو عوامل تسحب هذا الكيرف إلى جهة اليمين بدل ما هو على الخط الأسود، إيش صار؟ صار على الخط الأحمر. وبعض المصادر تسوي التباعد شوية أكثر بحيث يبين الفرق هواية يبين. شوفوا هسه نفس الـ20 نفس هاي الخط المنقط جاي شوفوه نفسه من سقطه على الخط الأسود إيش قد طلع تقريبا 35% هيجي. من سقطه على الخط الأحمر إيش قد طلع 20%. معناته الكيرف إذا مدني لليمنى وصار بدل الأحمر بدل الأسود صار أحمر، معناته الهيموغلوبين ممكن يعطي أكسجين أكثر للأنسجة. معناته هذا النسيج محتاج أكثر لأنه بي علامات أنه هو يحتاج أكثر. شلون هسه أنت من تروح الزور مثلا ويجيك واحد مقزي بده يقدي من أدك يطلب من أدك، ها؟ بس انت تشوفه وضع زين، لا تطي ربع لو ما تطي. تقول ايش فيك ما يشتغل هذا، كل شيء ما في، صح لو لا؟ تطون صدقات تصدقون من دول يجون يقدون لو تقولون دول ما كذابين. واحنا نقول عليهم كذابين؟ ما يجاوبون، راحوا ناموا، شوفوا. لا دكتور اكو من نطي واكل. زين، بس مرات تشوفون واحد مريض كلش. وصدق مبين علي المرض وصدق مبين علي الفقر، شو تسوون؟ ما تطير ربع، يجوز تطي كل شيء فلوس الشالت. مع السلامة الله يعطيك الصحة. زين؟ لأن شوفوا صدق محتاج. يعني أنت مقرر ذاك تجوز تصدق ربع 500، يجوز تطي 10,000 إن الشالين يجوز تطي هي. من قد ما تشوف حالة كلش صعب ويحتاج إنه تطي. هذا عمات الهيموغلوبين بيفد أفينيتي للأكسجين. ما يطي بسهولة بس إلا إذا انكسر خاطرة على النسيج يلا يطي. شو وقت الهيموغلوبين انكسر خاطرة على النسيج؟ من يشوفه محتاج صدق. وش وقت يصير محتاج صدق؟ من بي شغل زايد. الميتابوليزم إذا عالي فد نسيج إذا الخلايا جاي تشتغل بكسرة أولا درجة حرارتها ترتفع. ثانيا استهلاك الأكسجين يزداد وبهالطريقة إنتاج ثاني أكسيد الكربون ترتفع، لأن قد ما نستهلك أكسجين يطلع بدلة ثاني أكسيد الكربون، مو بدلة وإنما عملية دورة كريبس تطلع كناتج عرضي إلها ثاني أكسيد الكربون.
كل ما ثاني أكسيد الكربون يزداد يتحول إلى حامض الكربونيك، وبعدين بالنتيجة تزداد الحامضية يعني البي اتش ينخفض. وأكو عامل بعد كرات الدم الحمر، هم كل ما يزيد الأيض تكون لنا فد مركب نسميه 2-3 دايفوسفوجليسرايد، هم هذا يزداد. ذن العوامل من تزداد الكيرف يتحول من يدنا من اللون الأسود للون الأحمر، وبهالطريقة نسبة إعطاء الهيموغلوبين للأكسجين للنسيج تزداد. بينما إذا كان مبين علي النسيج ما محتاج زايد ومو كلش متأذي وما بي نشاط زايد، راح التمبريتشر تقل، درجة الحرارة تقل، وثاني أكسيد الكربون يقل، والأيونات الهيدروجين تقل، يعني البي اتش ترتفع، وال 2-3 دايفوسفوجليسرايد أيضا يرتفع، والأكسجين يرتفع. بهالحالة أصلا ما يحتاج يعطي زايد، فالكيرف يدنى من بدل الأسود الأصلي يدنى شي يصير لليسرى لهنا الأحمر، بحيث هو نفس الأقل من 20 هذه، بدل ما تعطي 20 بدل ما تعطي 35 تعطي للأربعين، يعني تعطي من 100 تعطي 60 ما تعطي 70. يعني من اشوف واحد محتاج يقول لي انا محتاج، اذا ما اصدقه اصلا انا اذا كنت ناوي اعطي اصدق ربع، حتى الربع حي ما اعطيه. بينما اذا القى واحد كلش محتاج انا كنت ناوي اعطي ربع، يجوز اعطي اكثر. نفس الشيء الهيموغلوبين، اذا النسيج يحتاج اكثر يعطي اكثر، واذا النسيج ما يحتاج يعطي اقل بهوايه من المقرر انه يعطي. هذا نسميه الهيموغلوبين اوكسجين. تفضل الهيموغلوبين، تفضل تفضل، نسميه هيموغلوبين اكسجين افينيتي. اهلا رقية، بس اخلص محاولة بدي اخلص ده عشان اخذت علي، راح نخلص علي. نسميه هيموغلوبين اكسجين ديسوشيشن كيرف او ساتوريشن كيرف، والعلاقة بين الهيموغلوبين والاكسجين نسميها الهيموغلوبين اكسجين افينيتي. العوامل اللي تأثر على هاي الأفينيتي، أكو عوامل تزود الأفينيتي وأكو عوامل تقللها. يعني الأفينيتي يعني الارتباط والألفة بين الأكسجين والهيموغلوبين. العوامل اللي تقللها هي التمبريتشر إذا ارتفعت، وثاني أكسيد الكربون إذا ارتفع، والبي اتش إذا انخفضت يعني الحامضية إذا زادت، والتو ثري دايفوسفوجليسرايد المركب اللي يكون كرات الدم الحمراء. والعوامل اللي تزيد الأفينيتي هو انخفاض درجة الحرارة، قلة ثاني أكسيد الكربون، قلة الحامضية، وقلة 2-3 دايفوسفوجليسرايد، وزيادة الأكسجين. مفهوم هذا الكلام لو لا وياي؟ أفهمتوا شنو هذا الكيرف شلون يصير؟ نعم دكتور. وعرفتوا شنو الفرق بيناتهم؟ عافية البقية، رجاء انتبهوا حتى نجيب لكم أسئلة، لأن قد تجيكم أسئلة شبهكم من نمتحن، فأريدكم تنتبهون لهذا الشيء. طبعا ضمن الكيرفين مطلوبات عندكم، وهذن الرسومات هذن الاثنين همات مثل الحكي تقريبا، يجوز النسب شويه بيها تفاوت، بس هم مطلوبات عندكم لان اذكركم النسب ايش قد. زين نجي شلون الجسم يسيطر على عمليه الريسبيريشن. طبعا احنا ما نقدر نسيطر عليها اراديا، يعني مو واحد عباله هو يزود معدل التنفس او يقلل معدل التنفس. الجسم بدون ارادتنا، الدماغ بدون ارادتنا يتحكم بعمليه التنفس بزياده عمليه الفنتليشن او تقليلها، يعني عمليه التهويه. احنا من ننام تنفسنا يكون بطيء زين، بس من نركض او من نتعب او من نشتغل هواي تنفسنا يكون سريع حسب احنا حاجتنا للاكسجين. عندنا كيمو ريسبتورز، كيمو ريسبتورز يعني متحسسات، اكو مناطق متحسس للتغير الكيميائي للدم ومحتواه من الاكسجين او ثاني اكسيد. حقيقه هو مو محتوى للاكسجين، محتوى لثاني اكسيد الكربون، لان اغلب الاكسجين ما ذائب بالبلازما، اغلب الاكسجين موجود بالهيموغلوبين، بس نسبه عاليه من ثاني اكسيد الكربون تكون ذائبه بالبلازما، وهذه المستقبلات تتحسس لزياده ثاني اكسيد الكربون. بعضها البريفرال، بعضها مثلا نسميها الايورتا بوديز والكاروتيد بوديز، هذه تكون بوحده بالايورتا بالابهر، وحده بالكاروتيد بوديز بالوريد الكاروتيد. هذه
هذه تتحسس لزيادة ثاني أكسيد الكربون، وعندنا السنترال كيموريسبتور موجودة بالمدلة بالدماغ أيضا تتحسس لزيادة ثاني أكسيد الكربون أكثر شيء، هم تتحسس للأكسجين بس أكثر شيء لثاني أكسيد الكربون، وتحفز إن هذه الريثمسيتي أريا بالدماغ، وهذه راح تزيد الريسبيريشن أيضا تزيد ممكن دقات القلب. وداخل دائما هي درجة الحرارة همات من تزداد هم ممكن تحفز هيك شيء، وإفراز الأبينفرين أيضا يحفز زيادة معدل الفنتيليشن بالجسم، زيادة عدد مرات التنفس بالجسم. أعتقد واضح هذا الرسم، ما مطلوب من عندكم بس هو يبين وين الموقع اللي يسيطر على عملية التنفس. هذا الرسم الأخير ما مطلوب من عندكم بس هو موجود أصلاً بالمحاضرة أنت تخليته، بس لأني مطلوبات من عندكم هذه الأشكال مطلوبة تبع المعادلات هذه، يعني بسيطة وواضحة إنه شلون يتكون حامض الكربونيك وشلون يتكون البيكربونات. ما أعتقد صعبة، حتى المعادلات ما أعتقد صعبة عليكم، والمحاضرة كلها صعبة ومعلوماتها هم بسيطة عليكم. فهمتوني طلاب؟ أي صف ثالث؟ نعم دكتورة. أوكي المحاضرة أنا ما أعتقد دزتكم إياها، صراحة دزتكم إياها، وإن شاء الله يوم العمل هم